بالنسبه للجواب لهذا السؤال خصنا نعرفوا ان الدرسه فاش كتسوس ما في الحقيقه ما كتكونش عندها علاقه مع العرق ديالها لداخل، لان السوسه كتبدا من الطبقه العلويه غادي نقولوا الطبقه ديال المينا، ومن بعد كدوز للطبقه ديال لادونتين. هذيك طبقه المينا فيها واحد السمك، وفاش كتكون عندنا السوسه الا كانت غير في الطبقه الاوليه ديال السنان ولا الضراس ما كتكونش هنالك احساس بالسوسه، يعني ما كاين حتى اشكال. ولكن فاش السوسه كتبدا تدخل لداخل هنا كتقدر تدخل للعرق وكتشكل واحد الضرر اللي كيولي كيحس به الشخص، وكيقدر يبدا يحس بهذا الضرر اللي بقى غادي كيتزايد كيتزايد. ولا دخلت اللب ديال السنه ديك السوسه وكان هنالك واحد الكونتاميناسيون كيولي هنالك واحد المشكل، والسيد ما كيقدرش ولا السيده ما كتقدرش مثلا تنعس، وكيكون الاضرار كيكونوا كبيره. بالنسبه للسؤال يعني ان فاش كنكونوا عالجنا واحد السنه وكتقدر تقدر تكون هنالك واحد السوسه اللي تخلقات في جهه اخرى، مثلا الى عالجنا الوسط ديال السنه كيقدر يكون هنالك واحد السوسه اللي غادي تبدا لنا في غادي نقولوا في القنت ديال السنه من على اليمين ولا اليسار ولا في الداخل، وديك الساعه كتكون السوسه عاوتاني كتخلق من جديد وكتبقى عاوتاني غاديه. وهنا على حسب العمق ديال السوسه كيمكن ينعالجوها ديريكتومون يعني بلا ما نحيدوا العرق، ولا اذا كانت الضروره ان السوسه مشات لداخل مالغري ولا واخا صوبناها من قبل كيمكننا نعاودوا نصوبوها في واحد الجهه اخرى ونقدروا ديك الساعه المره الثانيه نحيدوا العرق، ولكن ماشي بالضروره خصنا نحيدوا العرق. في هذه الحاله اذا كانت السوسه ديجا كاينه وصوبناها كتقدر دائما تخلق واحد السوسه اخرى في جهات اخرى من الضرسه ولا من السنه. وفي هذه الحاله هذه كيكون عندنا الاختيار، اما كنقدروا نصوبوا الضرسه على حسب الحده ديال السوسه، اذا كانت في الطبقه الاولى كيمكننا نصوبوها كسوسه عاديه ونعمروا بلا ما كندخلوا للعرق بلا ما كنحيدوه. الا كان السوسه مشات لداخل اللب ديال السنه ديك الساعه كيكونوا الاضرار كتكون فايته في الخطوره بالنسبه للضرسه، وديك الساعه خصنا نحيدوا العرق وعاد كنعمروا الضرسه باش ما كيكونش عندنا هنالك واحد تعفن ديال الضرسه من الداخل.